حاجز. عموما نضال اسمح لي فقط بدقيقة واحدة، أنا أستقبل مناشدة هذا الرجل الذي فرقته قوات الاحتلال الإسرائيلي عن أسرته بعد اعتقاله لعدة ساعات في مستشفى القدس في مدينة غزة. صباح الخير، عرفنا بحضرتك. صباح النور، أنا أحمد فخري أحمد النفار. أهلا وسهلا، شو اللي صار معك؟ احنا كنا في مدارس الوكالة عند مستشفى القدس، دخل علينا الجيش الإسرائيلي طلع البنات لحالهم واحنا اخذنا عندهم. احنا بنناشد الامم المتحده الصليب الاحمر بس يبلغنا ايش صار في الصبايا، ايش صار وغيرهم روح عزتهم ما بعرفوش حاجه. بنناشد الصليب الاحمر الامم المتحده بس بلغنا احياء اموات، ايش هم عايشين ميتين. عندي بنت مصابه واحنا طالعين نتخط بطلق والنار ما بعرفش حي، البنت ميته مش عارف مش قادر اتواصل مع اي حد اعرف ايش اخباره. قديش احتجزوك الجيش؟ عندنا يومين احتجزنا يومين عندهم. شو اللي صار معك في فترة الاحتجاز؟ استجوبونا وقعدوا يستجبوا فينا. حماس قلنا لهم مش حماس، وديناهم الهوية قلنا لهم احنا هنا مواطنين عاديين وطلعنا الراية البيضاء وانتوا صورتونا ما عندناش أي حاجة. ما لقيناش مكان نطلع فيه، ما عندناش مسار عشان نطلع احنا في الجنوب أو نطلع أي مكان، أو هنا في مؤسسة دولية. وانتوا صورتونا وجيتوا صورتونا دخلتوا علينا وطلعنا بالرايات البيض زي ما طلبتوا. لكن انتوا خليتوا البنات ونسوان يطلعوا لحالنا، واحنا الشباب اخذتونا طماش طمنونا بس على بناتنا عن نسوان والناشد الصليب الاحمر الامم المتحده بس بلغنا احياء اموات. ونطلب الامه البشريه المسلمين العرب بس يبلغونا احياء والاموات بس نطمن عليهم. كان الله بالعون، كان الله بالعون. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.